نعت وزارة الإعلام الفنان القدير سعد الجزاف الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم بعد مسيرة حافلة من الإبداع والعطاء الفني المتميز على مدى أكثر من 4 عقود. نعم، استطاع الجزاف أن يترك خلالها بصمات واضحة أثرت الساحة الفنية وساهمت بشكل كبير في نهضة وتطور مسيرة العمل المسرحي والدرامي والإذاعي البحريني والخليجي. وقالت إن الفنان الراحل يعد أحد الرواد الأوائل للحركة الفنية والمسرحية في مملكة البحرين، الذي ساهموا بجهود كبيرة في تشكيل إرثها وتاريخها الفني الأصيل، حيث قدم العديد من الأعمال التي برزت من خلالها موهبته الاستثنائية وحضوره المتألق، سواء في مجال التمثيل المسرحي والتلفزيوني أو في مجال الإخراج والعمل الإذاعي. وأكدت أن رحيله خسارة كبيرة للساحة الفنية في مملكة البحرين، وعربت وزارة الإعلام عن خالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد الراحل وجميع مكونات الساحة الفنية في المملكة، سائلة العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.